مرحبا مواليد برج السرطان، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 10 للأحد 16 أيار مايو؟ هيدا أسبوع أنا بعتبره كتير أسبوع حلو لسببين. أول شيء القمر رح بيكون قمر جديد، قمر بيلتقي بالشمس يوم الثلاثة. تاني شيء الحدث الحلو أنه في عنا انتقال لكوكب المشتري، كوكب الحظ، من برج الدلو لبرج الحوت يوم الخميس 13. هذا معناته أنه في تأثيرات رح بتبلش توصلكم، مش للكل لكن لبعض مواليد برج السرطان. نهاية الأسبوع سبت وأحد القمر رح بيكون ببرجكم، هيدا معناتها ما يسبق الأيام التي تسبق وصول القمر لبرجكم رح بتكون باهتة وخالية من الحظوظ تقريبا. كيف بده يكون هذا الأسبوع؟ لما بيكون يوم جيد رجاء مواليد برج السرطان استفيدوا منه، ولازم ترجعوا تروحوا وتسمعوا فيديو الأبراج الشهرية لألكم لبرج السرطان، وأنا حطت له لينك ببين وأيضا في البوكس للتعليقات. التنين والتلاتة القمر موجود ببرج الثور يلي هو برج أصلا بأصله صديق لألكم، فالتأثيرات متناغمة جدا. التنين يوم حلو، التلاتة حتى يوم أحلى، لأنه القمر والشمس اتنيناتهم بيلتقوا ببرج الثور تحديدا الساعة 7 المساء توقيت العالم، يعني 10 المساء توقيت بيروت، بيلتقوا سوا وبيخلق عنا بتكون بداية لقمر جديد ولصفحة جديدة. لأنه القمر هو كوكبكم الحاكم ruling planet معناتها التأثيرات رح بتكون مهمة عليكم، ولأنه ببرج الثور معناتها تأثيرات إيجابية. وبالتالي مواليد برج السرطان يومي التنين والتلاتة أنتم الأقوى، ورح تقوى قوتكم أكثر يوم الأربعاء حتى الساعة 5 إلى ربع المساء توقيت بيروت، يعني 2 إلى ربع بعد ظهر توقيت العالمي. وجود القمر في برج الثور هو تكملي لنجاحاتكم. هلا اللي عم بيتابعني من القارة الأمريكية لازم يعرف حساباته، يمكن من الصبح تقريبا حوالي الساعة 10-11 القمر، أو بس الساعة 10-11 الصبح القمر بيكون برج الثور، بعدين بتقل لبرج الجوزاء. شو بيصير لما القمر يروح لبرج الجوزاء؟ هون بدكم تعملوا حساباتكم مواليد برج السرطان. وصول القمر لبرج السرطان، وصول القمر لبرج الجوزاء يوم الأربعاء الساعة 5 إلى ربع بعد ظهر توقيت بيروت رح يخلق عندكم جو من الضبابية، جو من اللا استقرار النفسي، بيستمر كل يوم الخميس وكل يوم الجمعة. هذه الفترة رح بتكون فترة خالية من الحظوظ كليا، خالية من النجاحات يلي عم بيجازف، خالي من التسهيلات يلي كمان عم بينافس. بدكم تكونوا جدا حذرين، احتمال يكون في خيبات أمل، احتمال يكون في تأخير، احتمال يكون في قلة تنويع، واحتمال انه يكون في نوع من شعور بالإحباط عند البعض. أحسن شيء تعملوه ما تعملوا شيء بتاتا، فترة محبطة لمعظم مواليد برج السرطان، فكونوا جدا حذرين. بينما السبت والأحد، السبت 15 والأحد 16 القمر بيكون ببرجكم، وهيدي فترة رح بتكون من أجمل الفترات في هذا الأسبوع وفي الأسبوع التالي. كتير مهمة لأنه القمر ببرجكم يومين، ولأنه تأثيرات الشمس من برج الثور إيجابية معناتها لا يوجد سلبيات، لا يوجد سلبيات. هلا في عنا كوكب وحيد هو كوكب المريخ، هو المزعج يلي لاحق بعض مواليد برج السرطان، عدا عن ذلك كله مهم ممتاز. وتحضروا، حضروا حالكم السبت والاحد، يمكن تسمعوا خبر صار، يمكن يكون في نجاح باهر لكم، تغيير كتير كبير، او يمكن تتلقوا نوع من اوفر مهم لكم. لانه هذا الاسبوع في يومين صعبين شوي أو يومين ونص، ضروري تكون انطلاقة الأسبوع التنين التلاتة والأربع صباحا هي الأقوى الأسرع والأكثر ديناميكية وفعالية. بعدين بترتاحوا، والسبت والأحد ترجع الظروف عندكم تصير قوية جدا 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 جدا. أسبوع أنا بعتبره ممتاز. الأكثر حظا 21-22 حزيران يونيو، يلي لازم ينتبهوا من طاقة كوكب المريخ 2-7 تموز يوليو. بدي أتمنى لكم أسبوع ناجح على أمل اللقاء مع الأبراج اليومية والشهرية. شكرا لكم، باي باي.